للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح أحوالنا. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من رمضان بودكاست مع حنان عواد. والحلقة النهاردة هنكمل فيها موضوع اتكلمنا فيه مبارح، وهو الحالات والظروف اللي بنمر بيها، وإزاي نجهز نفسنا لكل حالة من الحالات دي. وأنا قسمتهم لعدة حالات. المرة اللي فاتت اتكلمت عن بعض الحالات، والنهاردة هكمل معاكم حالات تانية وظروف تانية هنعدي فيها، وإزاي نتعامل مع كل حالة من هذه الحالات. الحاله الثالثه بقى هي اللي بسميها حاله الرخاء. وفي حاله الرخاء دي بيكون في نوع من الوفره، وفره في المال، وفره في الاصدقاء، وفره في الصحه. يعني عارفين لو في كده يعني رسم بياني وفي منحنى، نلاقيه كده بيطلع لفوق بكتير. وممكن الارتفاع ده يكون ارتفاع محدود، يعني مثلا الاسبوع ده دخلي زاد، او ارتفاع مضطرد يعني مستمر من نقطة لنقطة من نقطة لنقطة. دي حالة الرخاء. نفرح كده ونهيص وخلاص؟ لا، لازم نبقى واعيين ازاي نتعامل مع حالة الرخاء دي. في نظري اخطر الظروف او الحالات اللي ممكن نكون فيها هي حالة الرخاء. عارفين ليه؟ لانها بتديني احساس كاذب بان انا مسيطر على كل حاجه. والاخطر بقى ان انا اتعامل مع حاله الرخاء دي على انها حاله استقرار وحاله عاديه ممكن تستمر على طول. عشان كده مهم قوي ان احنا نتعامل مع هذه الفتره كويس قوي. وحاله الرخاء دي يا اما تكون طبعا اسهل حاجه الامكانيات الماديه والفلوس، لكن برضو على تصرفاتنا وعلاقاتنا مع الآخرين. نيجي مع الرخاء المالي. بصراحة من الغباء ان احنا نزود انفاقنا والهدر في حياتنا لما يبقى فيه فترة رخاء. العكس، لازم نفكر ازاي نوفر هذه الزيادة اللي جت، فبالتالي ما نشتريش حاجة ملهاش لازمة. لو أنا في شركة، ويمكن دي حصلت لي، وتعرضت لفترة من فترات الرخاء دي، أول حاجة عملتها أن أنا وظفت موظفة جديدة، وبالتالي زودت التزامات وأعباء بدون ما أدرسها صح، وأشوف أنا فعلا محتاجة هذه الموظفة الجديدة ولا لمجرد البرستيج وخلاص. فبالتالي هنا لازم نحط حد لأي إنفاق غير ضروري. الحاجة التانية كمان في فترة الرخاء دي إني أفكر في الديون اللي عليا. في إيه فواتير ما دفعتهاش؟ في إيه ديون ما دفعتهاش؟ في إيه في الكريدت كارد عليا؟ وابتدي أسد هذه الديون قبل ما أفكر هصرف الفلوس دي في إيه. النقطة بقى التانية بقى
هي ان انا لو اتبقى بعض الفلوس احطها في حاجات مهمة بتساهم في المزيد من الرخاء في حياتي. وكمان منساش اني اعرف يا ترى ايه سبب الحالة دي. يعني مثلا تخيلوا كده في مندوب مبيعات بيشتغل في شركة اجهزة مثلا، في فترة في شهر من الشهور زادت مبيعاته جدا جدا جدا، وبالتالي زادت عمولته جدا جدا. هذا المندوب المبيعات السيلز ايجنت ده لو خلاص يعني استسلم بقى لرغبته بقى ان انا عايز اخرج بقى واشتري هدوم جديدة واخد مراتي والولاد وافسحهم وكذا وكذا وكذا، هو هيبص يلاقي ان هو صرف الزيادة والعمولة دي بدون حكمة، وبالتالي هنخسر. يبقى ايه؟ تعالوا نطبق الكلام اللي انا قلته لكم. يوفر، يقتصد الاول، ما يروحش يصرفها، ويفكر ويشوف في ايه اي هدر موجود في حياتنا. يمكن بنشتري حاجات ما بنستخدمهاش، يمكن بنعمل اشتراكات على الانترنت وعلى التلفزيون، ودي حاجة يمكن حصلت في حياتي واكتشفت ان انا ما بستفدش منها. نخفض انفاقنا او نرشده او نقننه، ونشوف ويشوف بعد كده ايه الديون اللي عليه. يبتدي هو ومراته يقعدوا يشوفوا ايه الديون اللي عليهم، ايه المواسم اللي هيدخلوا فيها. ده احنا داخلين على موسم مدارس، ده احنا داخلين على موسم كذا، على موسم كذا، ويبتدي يدفع الحاجات اللي مفروض تدفع. اهم حاجة بقى كمان انه يعرف السبب في زيادة العمولة في الشهر ده. يا ترى ليه في الشهر ده باع اكتر؟ يا ترى عمل حاجة مختلفة؟ يا ترى دخلوا حاجة جديدة في الشركة؟ يا ترى كان في بروموشن معين؟ يا ترى هذا الوقت في العام الناس بتشتري الحاجة لو بيبيعها دي اكتر؟ ده مهم قوي قوي قوي. في بقى نوع تاني من الرخاء، وده بقى الرخاء في العلاقات، حاجات كمان متعلقة بتصرفاتنا احنا، زي مثلا ترشيد الاستهلاك، ان انا استغل وقتي صح، استغل جهدي صح، ان انا اشوف ايه الحاجات اللي مش ضرورية اللي كنت بعملها وما عملهاش، او في حاجات بتشتت ذهني فبدل ما اركز على حاجة واحدة لقيني بعمل هنا وهنا وهنا وهنا. فبرضو افكر في تصرفاتي في فترة الرخاء دي، وايه الحاجات الجديدة اللي ساهمت في هذا الرخاء، او ايه الحاجات اللي انا بعملها او التصرفات اللي انا بتصرفها اللي بتشوه علاقاتي مع الاخرين، اللي بتضيع وقتي، اللي بتضيع جهدي، وبالتالي ابتدي اتعامل معها. ومهم قوي كمان ان انا اكتشف سبب حالة الرخاء والوفرة اللي انا فيها دي. الحالة الرابعة بقى هي حالة الطوارئ، ودي عادة بتسبق حالة الخطر اللي هنتكلم عنها بعد شوية. حالة الطوارئ دي هي حالة فيها انخفاض في شيء معين في حياتنا، مثلا انخفاض في الدخل، انخفاض في انتاجيتي انا، او زيادة غير مبررة في حاجة معينة، زيادة في المصروفات مثلا. اذا تعالوا مثلا نتكلم على شركة مثلا، لو انخفض الدخل، مدخول هذه الشركة، المبيعات اللي بيعملوها دي حالة طوارئ. ايه ده؟ في ايه؟ ايه سبب الانخفاض ده؟ إيه حياتنا مثلا، علاقتي مع جوزي او مع ولادي فجأة كده في فتور، الله ايه ده؟ ايه سبب الفتور ده؟ احيانا كمان بنكون في حالة الطوارئ دي لو احنا لسه خارجين من ازمة، مثلا خرجنا من ضائقة مالية حطينا فيها كل مواردنا، فبالتالي انا لسه
في حالة عدم استقرار. حالة الطوارئ دي هي حالة عدم استقرار. طب أتعامل إيه بقى؟ إزاي مع حالة الطوارئ دي؟ أهم حاجة إن أنا أزود نشاطي شوية وأقلل الهدر في حياتي وأغير أسلوبي في التعامل مع الناس. الحاجة التانية كمان المهمة قوي 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 هي الانضباط. دايما حالة الطوارئ دي بيجي معها حالة فوضى كده في حياتنا، زي مثلا في فتور في العلاقة في البيت، فيبقى الواحد كده قاعد مش عارف، مش منضبط، ما بصحاش صح، ما بنامش صح، ما بشتغلش في البيت كويس، ما بتكلمش مع جوزي كويس، ما باخدش بالي من مراتي. لا، نرجع تاني نبقى منضبطين اكتر. حالة طوارئ قبل الامتحان دي مشهورة قوي في بيوتنا، حالة طوارئ قبل الامتحان لازم نكون فيه انضباط اكتر. مفيش خروج ولا سهر كل يوم زي مثلا اولادنا ما هم متعودين، او مثلا في حالة طوارئ في الشغل، في ناس بتترفض، في مش عارف ايه، في حاجات كده، ابقى منتظم، احافظ الحضور في ميعاد والانصراف في ميعاد، واشتغل بجد واجتهاد وما بخلش لا بمجهودي ولا بقى. واهم حاجه ما اغلطش، احافظ على نفسي من ان انا اغلط. كان في محل زهور كده في الحته اللي انا فيها، و كانت صديقتي، كان يعني كانت صاحبه هذا المحل صديقه من الصديقات، كنا بنروح نحضر بعض الحاجات مع بعض، فبتكلمني على فتره كان البيع منخفض قوي عندها. دي حاله من حالات الطوارئ او عدم الاستقرار. قلت لها هي عملتي ايه؟ فراحت قالت لي بصي الحاله يعني في وقت انخفاض المبيعات دي كمان الايجار رفعوه علينا، فده زود من حالة عدم الاستقرار ده. قالت لي أول حاجة عملتها إن أنا زودت التسويق في حياتي عشان أزود المبيعات، وبدل ما أخفض النفقات على التسويق زودته، وابتديت أشوف المواسم. كان أقرب حاجة يعني كانت ساعتها ليها هو كان عيد الحب، فده طبعا موسم هايل، فابتدت إنها تبعت للناس وتفكرهم على أهمية الزهور وقصص لطيفة وجميلة مع صور حلوة. وراحت عاملة زي وركشوبس كده، ورش عمل للأطفال الصغيرين زي يعملوا بوكيهات ورد، فده برضو زود المبيعات شوية. وقعدت تعمل شوية حاجات لغاية ما طلعت من حالة الطوارئ دي، لأن حالة الطوارئ دي لو ما تعملناش معاها صح هتنهار المنظومة اللي احنا فيها كلها. لو في خناقة صغيرة بيني وبين جوزي دي فترة طوارئ، حالة عدم استقرار لو ما تعاملتش معاها صح هتزيد الفجوة بيننا، وممكن يحصل حاجات مش كويسة خالص. الحالة الخامسة اللي بتيجي بعد حالة الطوارئ أو قبل حالة الطوارئ أحيانا هي حالة الخطر. إني أكون فعلا في حالة خطر، يا خبر أبيض، أنا سبت الشغل، أنا اترفدت، أنا سقطت، أنا اتخنقت خناقة لرب السماء أنا وجوزي ورمى عليا اليمين الطلاق، أنا عملت مصيبة سودة، كذا كذا كذا. هنا لازم نبتدي بقى نتعامل مع الأمر بحكمة شديدة جدا جدا جدا. لازم أقيم الظروف اللي أنا فيها، أقيم بالظبط إيه الحالة دي، إيه أوجه الخطر، إيه أسبابه، وقف وأعمل إعادة تنظيم تاني. كان مرة أنا وخالي كنا بنصطاد النمل، كانت جدتي الله يرحمها فجأة جالها نمل والبيت اتملى نمل، فحالة خطر، عايزين نتعامل مع الموضوع ده.
ابسط حاجة ان احنا كل شوية نرش الـ 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 النمل ونموته. لما جه خالي قال لا، هترشوا النملة هيطلع، هتموتوا نملة هتطلع 10 نملات. لازم نشوف فين العش الاساسي بتاع النمل. وقعدنا يومين سايبين النمل ما كناش بنموته، وبعدين قعدنا نراقب النمل ده رايح فين رايح فين رايح فين رايح فين، لغاية ما لقينا مكانه، ولقينا جاي من جنينة الجيران التانيين لجدتي، والنمل حافر في الحيطة اللي بين الجنينة بتاعت بيتنا وبيت الجيران، وعامل خرم. فخاله قال اهم حاجة ان احنا نبلغ الجيران ان في الجنينة بتاعتهم في نمل، وده المصدر الاساسي، وان احنا عش النمل اللي اكتشفناه ده نقضي عليهم. فكنا بنجيب حقنة ونملاها فينيك ونحط نموت النمل في عشه. واهم حاجة بقى المتابعة وإعادة التنظيم. كل يوم الصبح كانت جدتي بتديني الحقنة المتينة اللي مليانة فنيك، واروح في عش النمل، وإيه سياسة حازمة كل يوم الصبح، يعني كل يوم الصبح، عشان لو تهاوننا في الفترة دي مش هنقدر نسيطر على الخطر اللي احنا فيه. احيانا بيكون الخطر علينا احنا شخصيا، وده يمكن تدريب انا حضرته خصوصا مع الناس اللي بتتعامل مع جمهور والكلام ده، وبيقولك اهم حاجة حط مسافة بينك وبين الشخص الخطر عليك، شيل نفسك من هذا المكان، شيل اي حاجة ممكن يستخدمها ضدك، وهكذا. هو ده التعامل مع وضع الخطر او حالة الخطر، ان احنا نعالج الوضع، ان احنا we don't panic، يعني ما نقلقش ونبقى خلاص مش عارفين نسيطر على تصرفاتنا، ونشوف ايه السلوكيات الصح اللي مفروض اعملها وانضبط. بعد ما اعمل تنظيم جديد لازم اتبع هذا النظام، اعمل نظام واتبع هذا النظام، ويبقى الانضباط مهم جدا 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 في هذه الحالة. الحالة السادسة بقى هي حالة القوة. في انتاجية عالية، في فلوس داخلة، في منصب كبير انا فيه، او حتى مش منصب كبير، منصب او وظيفة، انا في حالة قوة. في الحالة دي ما تغرش، ده اهم حاجة. ليه؟ لان اي حالة احنا فيها ممكن تتغير لحالة تانية. عشان كده الدعوة اللي ابتديت بيها الحلقة كانت ان ربنا سبحانه وتعالى يحسن لنا الاحوال، لان الاحوال ممكن فجأة تسوء، وفجأة من حالة القوة والعنفوان والصحة اللي احنا فيها نفقد وننهار. فاول حاجة ان احنا لما نبقى في حالة القوة دي ما نعملش الاخرين بتعالي، ما نتغرش في نفسنا ولا في السلطة اللي احنا فيها ولا في الفلوس اللي معانا ولا في القوة الجسدية اللي احنا فيها، ما نتغرش بالحالة دي. كتير جدا فجأة كده تلاقي حد مثلا اغتنى او بقى مشهور، يقولك ده ابتدى يتنطط على اصحابه. لا، ما نعملهاش، ونحاول ان احنا اوكي مش هنفتح الباب قوي قدام الناس انها تستغل القوة، لكن في نفس الوقت ما ننفصلش عنهم انفصال تام، وما نتغرش. الحاجة التانية بقى كمان نحنا نحلل مصدر القوة اللي في حياتنا ده. هل هو منصب؟ هل هو فلوس؟ هل هو وضع معين؟ هل هو نجاح حققناه؟ ايا كان
لازم نحلل هذا السبب ونعرفه عشان نحافظ على هذه القوة. يمكن أنا مثلا القوة اللي أنا فيها دي من الشباب، طب ما أنا شبابي ده هيروح شوية شوية. ده عشان أنا دلوقتي مثلا أكلي مفهوش مشكلة، بس لما أكبر شوية لا، خليني أحافظ على أكلي، خليني أتحرك، خليني أروح أجي. أنا فاكرة شخص عزيز عليا كان فجأة تخن، راح للدكتور، كانت أخته بتتعالج برضو من السمنة، راح معاها للدكتور من غير ما يطلب منه المشورة. الدكتور قال له أنت كنت بتلعب كمال أجسام؟ قال له عرفت منين؟ قال له توزيع الدهون في جسمك يدل على أن أنت كنت بتعمل رياضة وتوقفت. قال له فعلا. قال له ارجع تاني. هذا الشخص ما سمعش الكلام، فانهارت قوته، خلاص خلاص مصدر قوته راح. فلما نكون في حالة من حالات القوة دي نعرف مصدر قوتنا ايه، وما نتغرش ونفتكر ان مصدر القوة ده هيفضل متاح لينا على طول، هيجي وقت ومش هنعرف، يعني هنفاجأ ان دخولنا بقى في الحالة السابعة اللي هكلمكم عنها دلوقتي. الحالة السابعة بقى هي حالة تغير القوة او تغيير القوة. يا اما نستبدل تماما، يا اما قوتنا تقل، وده بيحصل قوي في الوظائف والمناصب. شخص ياخدوا منه صلاحيات او يستبدلوه بشخص اخر. فلازم نفكر ان بعد وصولنا لاي نوع من انواع القوة في حياتنا ممكن يحصل الحالة دي، حالة تغير القوة، ولازم نكون مجهزين نفسنا هنعمل ايه في حالة تغير القوة. عشان كده مثلا لما حد يبتدي يفكر انه يبتدي بيزنس جديد، مشروع جديد، اول حاجة بقولها له تأكد ان معاك مصروفات تكفيك كذا شهر، لان انت دلوقتي معتمد على وظيفتك، بعد شوية هتبقى معتمد على الدخل اللي جاي من مشروعك. ما ينفعش ان انت تسيب هنا وفاكر انك هتكسب هنا من اول يوم. وان احنا ما نتكاسلش. احيانا بيحصل لنا حالة كده من انعدام الوزن في تغير القوة. كان في قوة عندي وفجأة اتاخدت مني، ابتدي الاقيني خلاص تكاسلت وفقدت الامل والكلام ده كله. زي ما القوة راحت ممكن ترجع تاني، بس مش شرط انها هترجع بنفس الطريقة، هي ممكن ترجع بس بشكل تاني. وندرس الوضع اللي احنا فيه، اذا كانت شركة ندرس الشركة ونشوف ايه اللي بيحصل فيها، وما ناخدش قرارات عنترية في الفترة دي. نحاول نحافظ على حياتنا روتينية شوية لغاية ما اعرف راسي من رجلي. الحالة التامنة بقى هي حالة احنا تقريبا فيها طول الوقت، هي المسؤولية. نحنا دايما عندنا مسؤولية معينة ملقاة على عاتقنا، واحنا طلبة مسؤوليتنا المذاكرة والنجاح، واحنا ابناء مسؤوليتنا ان احنا نحترم ابهاتنا وامهاتنا، واحنا ازواج وزوجات عندنا مسؤولية تجاه عائلة، واحنا موظفين عندنا مسؤولية تجاه الشركة اللي احنا فيها، واحنا اباء وامهات عندنا مسؤولية تجاه اولادنا. دايما دايما علينا مسؤولية. ازاي نتعامل مع المسؤولية دي؟ اول حاجة لما بحس ان انا مسؤولة عن شيء ما، بفكر في منظومة الدعم. ايه منظومة الدعم اللي هحطها حواليا عشان تمكنني من هذه
المسؤولية، من ان انا اشيل الحمل ده، من ان انا اعمل الحمل ده. كمان بركز هو مين اصدقائي، مين الناس اللي هتمكنني من اداء مسؤوليتي، ومين الناس اللي هتقوض مهارتي وقوتي وقدرتي على اداء المسؤولية وبشيلهم من حواليا. الحالة التاسعة بقى هي لما نبقى في حالة تشكك أو تردد، زي مثلا جات لنا وظيفة جديدة أو في وظيفتين مش عارفة أقرر هنا ولا هنا، أو مثلا أسيب الوظيفة عشان أروح أحضر ماجستير ودكتوراه، أو مثلا واحد متقدم لخطبتي، يا ترى في حالة شك، في حالة تردد، نعمل ايه بقى في هذه الحالة؟ اول حاجة اجمع معلومات سواء عن الشخص اللي هبتدي علاقة معاه، او عن الشركة اللي انا هروحها سواء دي او دي، او المشروع اللي انا عايزة ابتديه، او الخطوة اللي انا هساقدم عليها، اللي انا مقدمه عليها دي باي حال من الاحوال ايا كانت. اجمع معلومات، ولما اجمع المعلومات دي ابتدي افكر وفنط المعلومات دي واشوف. احيانا بناخد اراء الناس على انها معلومات، لازم افرق ما بين المعلومه والراي. الراي احيانا بيكون راي غير عادل او غير صائب او غير مستند على حاجة واقعية. أركز على المعلومات، الفاكتس، الحقائق، وهي دي اللي أركز عليها، وأخد قراري بناء على أكبر فايدة هتعود عليا وعلى الناس اللي أنا مسؤول عنهم، وأقل إيذاء أو أقل ضرر ممكن يحصل في حياتي الشخصية أو في علاقتي مع زوجي أو زوجتي أو عائلتي أو الكلام ده كله. نبقى محتارين، يا ترى جاتني فرصة سفر، أشوف إيه الحاجات الكويسة اللي ممكن تحصل وإيه الحاجات اللي مش كويسة اللي ممكن تحصل، وهل الفايدة أكبر من الضرر ولا لا. ساعتها يعني هقلل شوية حالة التردد وحالة التشكك اللي أنا فيها. الحالة العاشرة بقى هي حالة العداوة أو الخصومة، ودي مهمة قوي إن احنا نعرف هل احنا قدام عداوة حقيقية أو خصومة حقيقية ولا لا، لأن أحيانا بنكون متوهمين إن الشخص اللي قدامنا بيوعدينا. فلازم نشوف هل الشخص ده أعلن صراحة إنه هيأذينا، هل الشخص ده أقدم على عمل أو قال علينا حاجة تأذينا. ساعتها لازم نعرف احنا ايه دورنا وايه علاقتنا كويس قوي مع هذا الشخص، ونبتدي نركز على ازاي نحمي نفسنا في حالة العداوة دي او الخصومة دي. ودايما بفكر نفسي امشي عدل يحتار عدوك فيك، احاول احافظ. يعني مثلا لو في مدير بيترصد لي بالغلط، اقوم اروح انا متأخر؟ يعني ازود المشكلة، اديله الفرصة انه يروح ويقول ده شخص مهمل وهو بيشوفه بيجي متأخر، ما بيسلمش الحاجات المطلوبة في معادها، ما بيعملش مش عارف ايه. كتير جدا حد مثلا يجي يقول لي، سيدة تيجي تقول لي اصل حماتي مستقصداني. ايوه مستقصداكي ازاي؟ بتعملي ايه وهي مسكاة عليكي وبتقول لجوزك شفت مراتك عملت ايه، دي عملت كذا وكذا وكذا. هل الكلام اللي بتقوله ده صح ولا لا؟ هل انتي بتعامليها وحش فعلا ومديها فرصة ان هي تقول عنك الكلام ده ولا لا؟ نيجي بقى للحالة الحادية عشر، وهي حالة الخيانة. للأسف سهل جدا ان احنا نتكلم على الناس اللي خانونا، لكن مش سهل ان احنا نتكلم عن انفسنا واحنا خاينين. لما نخون ثقة
حد فينا عن قصد ان احنا نخلف وعدنا لناس ائتمنونا على حاجة معينة، ودي حالة من الحالات الوحشة جدا جدا جدا. حتى لو الناس التانية ما عرفتش، تخيلوا كده زوج بيخون مراته وهي ما عرفتش، ماشي، ما هو مش عشان هي ما عرفتش ده مش معناه ان انت خاين، انت برضو خاين. اقعد كده فكر بينك وبين نفسك على ان انت عملت ايه وخالفت وعدك ليها وخنت ثقتها فيك. للأسف دي لازم نعمل وقفة. اول حاجة ان احنا نبطل هذا العمل، نوقفه، نوقف هذه الخيانة. اذا كانت خيانة حصلت في الماضي، نشوف اذا كان في ضرر نحاول نصلحه. اذا كان في خسارة ما، زي مثلا خنا حد بنشتغل معاه، الشخص المرتشي ده خاين، الشخص اللي أخد فلوس مش من حقه ده خاين، حاول نفكر هل أنا أقدر أعوض الشخص اللي أنا خنته ده؟ لا ما أقدرش، خلاص يبقى على الأقل أمتنع عن الفعل الغلط، ما أعملوش تاني. الحالة الثانية عشر بقى هي حالة الارتباك، ودي بنكون في حالة تخبط في حالة أفكار عشوائية وأحيانا تصرفات عشوائية كمان. أبقى تصرفاتي غير منضبطة، أبقى مخطط لحاجة وأعمل حاجة تانية، والمصيبة كمان لما مبقاش مخطط لحاجة، في اضطراب، في اضطراب ما. عارفين بالضبط زي الشخص اللي بيتوه في مول، انا في مول كبير واتفقت مع اصحابي ان احنا هنتقابل في حتة معينة، وفجأة انا مش عارف فين. اول حاجة تعملها ايه؟ اعرف انت فين، روح على الخريطة بتاعت المول وشوف، هتلاقي على الخريطة يقولك انت هنا. اول حاجة اعرف انا فين، واعرف ايه الاوبشنز اللي حواليا، ايه الاختيارات، ممكن اروح كده، ممكن اروح كده، ممكن اروح كده، ممكن اروح كده. واعرف الديستنيشن، اعرف انا عايز اروح فين. لما اعرف انا عايز اروح فين، زي مثلا الكافيه اللي انا هقابل اصحابي فيه ناحيه اليمين، ما اروحش امشي شمال، امشي ناحيه اليمين، وابتدي ادور على الخريطه بتاعه المول على الممرات اللي ناحيه اليمين. احيانا ما بيبقاش في حل فوري لحاله الارتباك اللي احنا فيها دي، فنهدى، ناخد نفس ونعترف ان احنا في حالة عشوائية، فنبطل الحركة، نقف. احيانا الوقوف ده بيبقى مهم جدا عشان اقدر الملم نفسي واوقف كل التباس ممكن يحصل، وابتدي اعيد تنظيم افكاري، وبالتالي ابتدي اشوف انا هعمل ايه. خلاص انا عرفت انا فين، اعرف انا رايح فين. لما اعرف النقطتين دول هعرف انا اتجاهي ازاي وايه الخطوات اللي انا لازم اعملها. النهاردة اتكلمت معاكم عن الاحوال اللي ممكن فيها نكون فيها، سواء في شغل او سواء حياتنا الشخصية، واللي دايما دايما بندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يغير حالنا لأحسن حال. وهذا التغيير بعد الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى هيكون برضو نابع من ان احنا نفهم الحالة اللي احنا فيها والظروف اللي احنا فيها، ونكون أذكياء وعندنا حكمة في ان احنا نتعامل مع هذه الظروف، بس برضو نتعامل بأخلاق وبأدب وبدون ما نجور على حقوق الآخرين، بدون ما نعمل حاجة غلط، بدون ما نكذب، بدون ما نخون، بدون ما نهمل. كل دي حاجات كتيرة قوي لازم نحطها في اعتبارنا.
أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة النهاردة، وأتمنى أن أنتوا تكونوا تعلمتوا حاجة معايا. أنا أكيد اتعلمت. ولو عجبتكم حلقة النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد، ياريت تبدوا إعجابكم وتدوسوا اللايك المتين، تشتركوا في القناة، وما تنسوش انشروا الخير في شهر الخير، وابعتوا الفيديو ده لأصدقائكم وأسرتكم وأصحابكم، وسمعوه لكل شخص في حياتكم يهمكم إنه يعرف إزاي يتعامل مع الحالات المختلفة والظروف المتعددة اللي ممكن تكون في حياتنا. أشوفكم الحلقة الجاية.